كانش تحكي وخبر حكاية عمر رحلة بخصب مشوار قصة الدنيا عم تمشي عالمقلوب جار الزمن فيها علينا ودار. بلشت من انه من برنامج The Voice Kids وقت طلع يائيل وطلع عدد من يعني إذا بدنا نحكي الأطفال السوريين اللي فعلا ملفتين كانوا كل حدا كان له خصوصية يعني. فانسألت بإحدى الإذاعات إنه مين الأقرب لإلك، فقلت كإحساس الأقرب يائيل. قالوا لي يعني بتعملي ديو أنت وياه، قلت لهم أكيد طبعا، وصارت القصص والتقينا أنا ووالده ليائيل وحكينا إنه نحن أنا لساتني عند كلمتي، وكان هو عنده كلام لصديق لإله وهلأ صار صديق لي كمان فراس سعد الدين، بوجه له تحية. ولحن صار ليزن صباغ وأخذ الكلام ولحنه، وأكيد مبسوطة كتير بهي التجربة إلها خصوصية يعني أنك تغني مع، أنا دائما بقول له يعني ما فيني أقول لك طفل لأنه أنت يعني أنت حدا كبير بموهبتك يعني حتى لو صغير بالعمر. تمشي كتير 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 مبسوط لدرجة مو طبيعية، لأنه كتير كانت العالم تحكي يا ليندا أنه صوتها بجنن. بعدين سمعت ليندا كتير 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 عجبتني، فقلت له لبابا أنا حب أعمل ديو مع ليندا يعني، ومنيح هي كمان حبت تعمل ديو معي، فهيك إجت مثل الصدفة يعني. مني إلك كم شد حكي وخبار كيت عمر رحلة بخصب مشوار قصة الدنيا عم تمشي عالمقلوب جار الزمن فيها علينا ودار. الشيء الجوهري بالموضوع انه اذا بدنا نجي للون اللي بيقولوا ليندا ويائيل هو الاحساس، بيجمعوا للاحساس، فهو كتير حب إحساسها لليندا وهي حبت كتير، كان كتير قريب لقلبها، وتم الأمر واتفقنا. وفي إلي شاب صديق بوجه له تحية فراس سعد الدين، قلت له بدي كلمات ما تكون مبتذلة مبتكرة. قال لي في عندي أغنية بين جيلين متناقضين، الأغنية فكرتها 1 2 3 شو رأيك؟ بعت لي الكلمات عجبتني، طرحتها على أنسي ليندا، قالت لي كتير الحكي حلو. عيوني بترافق حرة she